السلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ثاني مرة يمكن أنا أجلس على هذه المنصة. ولي الشرف أن أكون قدامكم وراح ألقي محاضرة إن شاء الله تلقى إعجابكم. طبعا كلفني السيد أمس قال عطني أو سوي محاضرة نتكلم عن مستقبل المنطقة ومتى تستقر. يمكن كان هو كاتب لي قال لي متى تستقر العالم. العالم ما يستقر. ممكن خلينا نقول عن منطقتنا إذا تستقر متى. وهاجس شاغل أذهان الناس من أكثر من 5 سنوات إلى متى؟ يمكن قبل الحرب، قبل ما يسمى بالربيع العربي، الحرب الإيرانية العراقية، الحرب الأولى والثانية والثالثة في الخليج. العالم دائما مشغول فيها النزاعات والصراعات. بالفترة الأخيرة هذه الحين العالم شغلت أكثر، لأن ربان السفينة حاليا لهجته تصادمية غير مستقرة يؤول إلى الحرب، وهذا المصيبة. يعني أنا بسمع أن دائما الدبلوماسية تذوب الخلافات، سمعنا الدبلوماسية تصعد تروح للأعلى إلى توجه للحرب، وهذا اللي شغل أكثر الناس. لكن إن شاء الله الأمور تطمن أكثر، بالعكس يعني إن شاء الله للأحسن. لكي نوصل إلى يعني رؤية واضحة شوية بتكلم أنا من ناحية أكاديمية، وأنتم من خلال قراءتكم للساحة ركبوا ما الأحداث عليها تفهمون شو اللي قدام. ودائما القراءة اللي بدون انحياز توصلك إلى نتيجة دائما. يعني راح أتكلم عن الحرب أو ما يسمى بالصراع. دائما إحنا عندنا الحرب، اللي كلفني يا سيد جابر بأن أتكلم فيه النقاط الآتية. طبعا هو نقطة هو يمكن راح يسأل فيها، هل العالم متجه إلى حروب مقبلة؟ ما هو موقف السيد عبد السميع؟ هل الموقف الدول العظمى عن الأوضاع، ما هي موقف الدول، ما هي موقف الدول العظمى من الأوضاع المنطقة؟ هل هناك لاعبين جدد في المنظومة العسكرية؟ متى تستقر المنطقة؟ تساؤلات هذه كلكم عندكم أكثر من التساؤلات أنا أتوقع. وين راح نوصل؟ بناخذ أول شيء الصراعات والحرب. الحرب احنا عندنا مفهوم الحرب دائما يتناول بداية أي صراع في المنطقة يأخذ أول شيء البعد الدبلوماسي، بعدها يطاولون إعلاميا فيما بينهم، بعدها اقتصاديا واحد يقطع العلاقة الاقتصادية، يعني أيا كان. بعدها الأحلاف، يفعل كان عنده صديق يضغط من هالناحية، عنده حلفية الدولة ويضغطون على الدول، وتبدأ بعدين عمليات الاستخبارية اللي واحد يضغط الآخر أو يفجر، أو تسمعون هالأحداث هذه. قرار الحرب دائما صعب، وهذا آخر مرحلة. دائما احنا شو نقول آخر العلاج، بس احنا نقول يا ليت الكي ولا الحرب. دائما قرار اتخاذ الحرب يدرس دراسة شاملة من جميع الجهات، من الناحية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية. أبنقل عبارة في أحد المفكرين القدامى يقول هناك قيادة تؤول إلى الهزيمة في اتخاذ القرار، القرار شعبر ضيق الأفق والاعتقاد بالغطرسة يؤول إلى الهزيمة.
هذا اللي يلجأ لاتخاذ الحرب بدون دراسة، بدون ما يقيم المنطقة عنده، شو يصير؟ أنا ممكن قبل فترة قلت دكتشيني على أيام بوش الجيش الأمريكي قال له إحنا جاهزين، قال له بنضرب إيران، كانوا بيضربون إيران، ممكن تتذكرون 2009 أو 2000 قبل 2009 قالوا بيضربون إيران. القائد اللي بالقوة البحرية قال أنا جاهز. بوش كلف مجموعة، كانت هاي نشرت في مجلة الانتبندنت، تدزها القبس كل شهر، فقريت هذا المقال، يقول كلف ديك تشيني شكل 4 فرق، كل فرقة عليها جنرال، دراسة ضربنا لإيران على ماذا تقول؟ عبارة بتدخل حرب، تستخدم السلاح. شنو رده؟ جميعهم اتفقوا أن لو ضربنا إيران سنخسر أكثر مما خسرنا في الحرب العالمية الثانية. شنو نلجأ له؟ قالوا وصوا بوش تلجأ للCIA والفتن واللي تعرفون هالوسائل. الآن حين اتخاذ القرار الحرب صار سهل، وهذا اللي الواحد قاعد يطالع، يعني إلى وين تروح المنطقة يعني. من القرارات العشوائية تنتج دائما تسمى فوضى متعدد الأقطاب في الداخل وليس الخارج. يعني شو متعدد الأقطاب؟ يعني أنا الحين أنت تروح تسوي لي حرب بدون ما تدرس الجانب الاقتصادي، بدون ما تدرس الجانب الاجتماعي بالداخل، إمكانياتك، قدراتك. باكر أصحاب الاقتصاديين يأخذون قرار مخالف لقراراتك، غير متناقم الدولة في بعضها بعض في أدواتها. دائما الحرب يجب تسخر جميع موارد الدولة لكي تكون حرب استراتيجية. مفهوم الاستراتيجية تسخير جميع موارد الدولة لتحقيق الهدف. طالع الساحة قاعد تروح إلى شنو؟ ما أنا عارف يعني وضع يعني. على كل المهم، هذا كلمة الفوضى متعددة الأطراف، وهذه تحصل، وكلكم تقرون الساحة، وما تقرون تطبقوا على هالنظرية توصل إلى نتيجة. قبل النظرية الأمريكية، حتى لو دخلت حرب، دخلت وخذت قرار سريع أو مو سريع، درست تماما ودخلت حرب، لقيت أنت بالطرف المقابل قراءتك حق أو دراستك حقه ما قالت إلا أنك تحقق الهدف، وهذا 2006 إسرائيل دشت في حرب بإسقاط حزب الله أو سحب سلاح حزب الله، أي هو إسقاط حزب الله، فشلت. إيش سوت؟ رجعت إلى المربع الأول اللي هو الدبلوماسية، الحل السياسي، إلى قرار 1701 عدل، تذكرون هذا القرار، أول مرة تعترف إسرائيل بقرار وتطبق وتدخل دول، أقول الأمم المتحدة في فك النزاع. هذا يدل على فشل، ولكن إسرائيل لحقت نفسها. ليش؟ لأن قدرة إسرائيل على الحملة العسكرية ما تتجاوز أسبوعين، وبعد أسبوعين إذا ما حققت الهدف يجب بعد أسبوعين تتحول إلى يسمونها استثمار الفوز، يعني مراحل الحرب. هي أول أسبوعين خلصها، وأسبوع الثالث أسبوع الرابع العسكريين قال لحق شوفوا لنا منفذ. وهذا العاقل، ترى إسرائيل حافظت على نفسها. احنا نتمنى الكل يعقل ويطفي الحرب. نجي على الوقت الحالي، خلنا نقول من 5 سنوات أو ما بداية الثورة التونسية، ثورة الياسمين، هذه عدها ثورة فعلا، ثورة قام شعب حقق انتصار. أما ليبيا مو ثورة، ليبيا مو ثورة، ليبيا ناس تبي تنتقم ودخلت أطراف خارجية، كل من يلا خلنا نطيح وناخذ الكيكة. بس ما أقول ما دافع عن القذافي، ولكن هذا الواقع، مو ثورة، أطراف دخلت وطيحت الرئيس خارجية. والغريب ان اول مره الجامعه الدوليه العربيه تطلع قرارات على بعضها لاسقاط الرئيس، وهذا صارت حدث كلكم شفتوا. بعد ذلك مصر
بعدين قالوا فرصة بعد هم عندنا واحد هم من شيلة ثاني اللي هو السوري ما عنده ديمقراطية نظام فاشل يلا ما حسبوا الحسبة الصحيحة. طبعا كل من الدول الإقليمية لها هدف، الدول الخارجية لها هدف، كل واحد له هدفه لتحقيق أهداف داخل أي معركة. طبعا ما قرأوا صح، قالوا لهم ترى هذا الوضع غير. وأنا أتذكر تكلمت في هالموضوع أول ما شبت، قالوا لي لا قبل رمضان مع بعض إخواننا، قلت لهم لا هذا أكو مصالح، أكو الوضع يختلف. فعلا الوضع يختلف. أمريكا اللي خططت له مثل ما إسرائيل خططت وفشلت لهدفها، فشل هدفها، جات كان تخلق ما يسمى، قالت هم طبعا عندهم من الأهداف اللي عندهم الأهداف الأمريكية يمكن كلكم تدرون فيها اللي هي سايكس-بيكو، رسم الخريطة الجغرافية من جديد، وهل اللي تسمعوا فيه، قالوا من اللي يقدر يرسم خريطة جغرافية إذا ما طاحت هالدول؟ أمريكا شاطرة، ويمكن تعرفون من خلق القاعدة، عندها خبرة وإمكانيات وعقلية وعارفة طبيعة الشعوب ومن ناحية شلون أفكارهم وكراهية اللي عندهم، وقالوا فرصة سووا لنا داعش. طلعوا بنظرية سموها نظرية نهاية الجغرافيا. شو نقصد بنهاية الجغرافيا؟ أن ماكو حدود، سوينا دولة ما عندها حدود، داعش، دولة إسلامية سموها. أول شيء كان اسمها داعش الدولة الشام والعراق، الحين صارت إسلامية، وهذا أخطر التسمية، داعش أهون. داعش أول الشام والعراق، كنت تعرفون هذه كلمة داعش الشام والعراق، تشمل دولة إسلامية للشام والعراق. شيء يقول دولة إسلامية يعني كل العالم العربي، مو شام العراق، السعودية والكويت وأهل المجر. طيب هذه ما لها حدود بالعرف الجغرافي، ما لها شيء. إذا بتشكل منطقة جديدة، كان يقول بدينا هنرسم سياسة جغرافية جديدة عن طريق هذه، وطلعوا لنا النصرة من تفريق القاعدة وداعش بروحها، وقامت تتفرع في ليبيا وفي مصر، يسمونها أنصار المقدس افتكر الجيش في سيناء. هذه العالم الحين حتى الأوروبي لقى مثل ما كانت القاعدة حققت هدف، بعدين مثل تربي لك أنت ذئب، هذا نفس العملية الآن الحين، هذا بيحقق لك هدف وقتي. هدف الأخير شنو؟ أنه بيرجع لك. قامت تتملص أمريكا من الساحة. الآن الحين اللاعب الجديد اللي يقول السيد من هو حين بالساحة؟ اللاعب الجديد الإسرائيل. إسرائيل شو تقول؟ آخر تقرير استخباري أمس، أنا أدور بارحة بالنت أساس أحضر موضوع، لقيت آخر تقرير استخباري يقول إحنا أمام موجة تسونامي عالية، ولكن نصعب. هذا آخر سطر التقرير، التقرير الاستخباري ل 2015، تبنى جيشها على 2016، يعني الجيش مفروض سركان يبني قواته ويسوي خططه على المستقبل. يقول فيها أن ولكن نحن نصعب تحديد هذه الموجة من أي اتجاه، من حزب الله، من داعش اللي احنا ربيناها، من باكر يرجع لنا الأسد و يعني الدولة السورية. إذا إحنا إن سكتنا واويلا بيرجعوا لنا، وإن تدخلنا هم واويلا. ولهذا الأكثر واحد الآن حسب القراءة قابل أن يدخل بالساحة عسكريا أو يسمونه المعسكر الجديد هو إسرائيلي، في حيرة من أمره، ولا يستبعد أن يدخل. انتهز الفرصة، قال قبل ما الحين يردون هذيل يصيرون قوية خلطقهم، وإن سكت هم مشكلة، ولكن هو اللاعب المتوقع أن يدخل في الساحة. الأمريكان هدوا المنطقة،
أدوها دبلوماسيا. هذا مساء سؤال السيد يقول لي أوجه سؤال أو مطلب أنا ما فهمته، لكن بجابه قبل ما تسألني. الأمريكان طلعوا دبلوماسيا بس ما يهدون المنطقة، ملكهم هذه المنطقة أو تعد مصالحهم، أنا بقول ملكهم مصالحهم فيها، والسفن والبوارج لحمايتها. ما يصير ربيع عربي بالخليج العربي، مصالحنا هنا ممكن حركات، وإذا واحد ما يوالمنا بسلاسة يتغير، يعني مهم المنطقة تستقر. في منظورها هذه مصالحي أنا أدير على العالم من خلالها، اقتصاد ما تحتاج بترولنا، ولكن شو سيطر على العالم من خلال هذه المنطقة. ف هذه السفن والبواخر لحماية هذه المنطقة. طبعا اكو المنطقة الان يمكن كلكم تابعوا الاحداث، تعبت العالم، تبي تستريح. الجميع اللي يصرح اعلاميا بشيل هذا مزار رحت وجلس على طاولة المفاوضات، انت قابل السلام، الحل السلمي الدبلوماسي اللي نقول عنه بالحرب بدأ يبدأ يبين يظهر. استقرار، احنا نقول اصلاح وليس الاستقرار. الاستقرار ليس من السهل يرجع بها بعد هذه الاوضاع، على القليل يعني اذا بيصير استقرار لا يقل، لو بدأت الاصلاحات الفعلية من الان الاستقرار لا يقل عن 5 سنوات، يعني راح ياخذ فترة. بعدها ناس المخيب إلى يتعدل، بعدها ناس لها اطماع، لا بعد فوق هذا اكو ناس هدفها الاساسي اللي حطتها ما نجح، اللي هي تفتيت المنطقة. تفتيت المنطقة شلون ما حققناه؟ بنسوي الخريطة، بنعيد، بنضعف الدول، نسقط هذه الجيوش، ما زالت تصارع وتفعل، ومع الاسف سلاحها الوحيد هو الطائفية، ومع الاسف احنا شاهدين هذا السلاح وياهم كعرب نتقاتل طائفيا. يعني لو تلاحظون انتم كلكم تشوفون التلفزيون وتشوفون الشحن الطائفي، ومع الاسف من ساسر، رجال دين، اعلاميين، و و و والجهاز هذا النقال ما شاء الله طيب، هذا دائما يبرد القلب. العالم مشحونه، هذا من عوامل استقرار المنطقة البشر. طبعا اكو عامل مهم جدا انا بخليه بالاخير، من عوامل استقرار المنطقة اطفاء هذه الفتنة. انا دائما اقول الفتنة بدت يعني مصر صار فيها انفلات وسقط رئيس وجي رئيس ما نعرف من اللي قام بالثورة تلفون، وحروب صارت عبثية ما احنا عارفين شنو مشاكلها، يعني كلها شحن النفوس والكراهية. اكو عامل قوي يؤدي الى استقرار المنطقة في منظوري، مصر لو تتحرك وتقول حق العالم انت اسكت وتفعل دورها كدولة عربية، وهي قوة عربية يعني تعد من الدول اكبر دولة عربية، لو تفعل دورها وما يعني توقف من جانب القرارات ضعيفة، يعني المنطقة وايد راح تتغير، وايد وايد راح تتغير. مع الأسف مصر اللي أنا قاعد أقول هذه تغير رئيس جي رئيس، إحنا أبد يعني من على أيام السادات ف
فصل نفسه على العالم العربي، كانت عند القومية العربية تسمى مصر احنا القومية الوطنية يعني بعيدة عن العالم العربي. حسني مبارك نفس الكلام، والقيادات الجديدة نبي مصر تلعب دور في المنطقة. مع الأسف مع الأسف يعني طبعا ما يسمعون إيران، ما يعدونها عربية، اللي يسمعونها مصر، وهي اللاعب الأكبر لو تحركت. فالاستقرار بيدكم يا عرب، من قادة إلى شعب تنحل المشكلة إن شاء الله. ما طولت عليكم، يمكن أنا ما أدري إذا فاتتني نقطة، فنترك المجال للأسئلة.